هل يجوز أن تركب معي امرأة أجنبية عني في سيارة ليس معها أو معنا أحد غير ابن الله عمره 7 سنوات؟ لا ما يجوز، هذه خلوة، هذه خلوة. ويشترط في من يحضر معكما أن يكون بالغا من رجل أو امرأة، اشترط فيه البلوغ والعقل أيضا، ما يكون مجنون ولا معتوه. فالذي تزول به الخلوة هو البالغ العاقل. نعم.